هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي بموضوعية. في هذه الحلقة نتناول موضوع التقنية وتقنية المنتجات، سواء في البنوك أو حقوق المستهلكين وحقوق البيع والشراء، ومدى معرفة ووعي المستهلك في هذا الجانب، والعديد من موضوعات الابتكارات ومنتجات سواء من البنوك أو غيرها من الشركات في القطاع الخاص. استضيف في هذه الحلقة الأستاذ ياسر بن يحيى كشكش، وهو الرئيس مجلس إدارة شركة ابتكار العربية للحلول الخدماتية الشاملة. مرحبا فيك أستاذ ياسر. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. أنت أول ما بديت العمل في البنك الأهلي، صح؟ صحيح. ودي تعطينا كذا نبذة عن إيش كان دورك وعملك في البنك الأهلي عشان ننطلق بحوارنا. البنك الأهلي في حوالي سنة 2005 كان بيطلع لأنه ينقل منتجاته من العملاء اللي هم بتحويل راتب إلى العملاء اللي هم بيكونوا غير موجودين في الداتا بيس عنده. طبعا برامج التمويل كانت قبل كده ما هي مطورة إلى حد أنه أنت تقدر تخاطر كشركة تمويلية أو بنك أنه أنت تتعامل مع عميل ما عندك عنه أي خبرة أو ريكورد قديم. في نفس الوقت أو في نفس الزمن هذا، أنا حديك النبذة، كان في المشروع اللي هو خلق شركة سيما أو هيئة سيما بين البنوك وبين مؤسسة النقد. سيما المعلومات الائتمانية. سيما المعلومات الائتمانية. وجود سيما في المنظومة سهل كثير على البنوك أنه هي تقدر تدخل في المخاطر أنها تمول أفراد غير موجودين في حساباتهم معها. طبعا وللذكر أن المملكة العربية السعودية هي أول دولة خليجية تخلق اللي هو المعلومات الائتمانية في الخليج للسوق المحلي. أوكي. ثقافة التمويل مش موجودة كانت. إيش مقصود بثقافة التمويل؟ أوكي. ثقافة التمويل هو أنه أنا أستلف منك وفي نفس الوقت بدون أي ضغوط علي أنا أرجع لك المبلغ. فهذه مش موجودة كانت بدون الربط والتحويل الراتب والقصص هذه. فكان أنت عشان أقدر أديك فلوس لازم أربطك، لازم أنا أكون تحويل الراتب، وشيء كان يدعى عندنا في البنك اسمه الشفاط. هذا سيستم كان يشتغل وكانت مضحكة على حد ما. إيش الشفاط هذا؟ الشفاط يعني اسم للنظام اللي بيسحب المبلغ أول ما ينزل الراتب على الحساب. فأنت نزل راتبك أصلا يحطوه بالماينس. إيه، يحطوه بالماينس، فأوتوماتيكلي أول ما يجي أي مبلغ يتشال لغاية ما يتاخذ الرقم اللي كان هو أنت مفترض يتشال عليك أو الدفع اللي عليك. نظر البنك الأهلي كبنك رائد طبعا في الشرق الأوسط أنه يبدأ بيع المنتجات التمويلية لغير عملاء البنك. طيب في ذاك الوقت فبدأنا في منتج اللي هو تأجير السيارات. وكان تأجير السيارات طبعا موجود في بعض شركات التقسيط. كيف بدأ نظام تأجير السيارات يعني كشيء عملي؟ كيف كشيء عملي؟ وضعنا طبعا دليل الإجراءات والسياسات، وبدأنا نتعاقد مع الشركات اللي هي موجودة وكالات سيارات. أنتوا ابتكرتوا صح؟ إحنا ابتكرناه نعم، وبدأنا ندي ثقافة. مش كوبي بيست؟ مشروع لا، ما كان كوبي بيست لأنه هو إسلامي بحت يعني. فكان في بنوك قبلنا في المنطقة حقيقة في الخليج مسوي المشروع هذا، فنحن لجأنا لهم وطلينا إلى المنتجات الموجودة ولكن بتعديل كبير، لأنهم عندهم منتجات أخرى اللي هو ما كان يسموه التأجير التشغيلي غير التأجير اللي هو المنتهي بالتملك أو مع الوعد بالتملك. اللي كان موجود في ذاك الوقت منتج اسمه التأجير المنتهي بالتمليك، والتأجير المنتهي بالتمليك هو طبعا برنامج غير شرعي، وغير شرعيته تكمن في أنه في أي وقت في خلال التمويل، فترة التمويل، إذا أنت حبيت أنك تلغي العقد فأنت ملزم بكامل المبلغ. وهذا شيء غير شرعي، لأنه أنت إذا مستأجر بيت وجيت تخرج مش مفترض تدفع كامل قيمة العقد، خلاص المدة اللي أنا استخدمتها حدفع لك هي وحمشي، اللي هو إيجار الفترة الماضية. أيوه.
فجلسنا مع الهيئة الشرعية طبعاً، والهيئة الشرعية أبدت استحسانها للمنتج وقالت أنه يغير بأنه يكون مع الوعد بالتملك إذا رغب بالملكية في آخر الفترة الزمنية للتمويل، فالمنتج له وهو له الأحقية، إنما ممكن أن تتبعه لأي أحد ثاني، كأنك بتتكلم عن بيت، عن سيارة، عن أي أصل بتأجره. فبدأنا في وضع الإجراءات والسياسات وتوقيع العقود والاتفاقات مع وكلاء السيارات والبرامج الصيانة وشركات التأمين وشركات الضمان الممتد، لأن الضمان الممتد كمان أنت كمالك للأصل كبنك أنت ملزم في تصليح المركبة في أي وقت من أثناء العقد، حتى لو انتهى الضمان حق المصنع، لأنه أنت المالك. فمثلا لو كان عطل أساسي شرعي كبير ما يكلف المستأجر أنه هو يصلح هذا العطل، فأنت كمالك لازم تصلحه، ونحن بنك، ما احنا يعني داخلين في بند إصلاح سيارات أو نجهز إدارة لهذا الشيء. فكنا بنستعين بمقدم خدمة، أن مقدم الخدمة هذا هو بيقدم لنا الضمان الممتد بضمان المصنع لفترة التعاقد، وهذا كان طلب حقيقة الهيئة الشرعية، أنه احنا ملزمين بإصلاح المركبة بطول فترة. هل البنوك فعلا كانت تبحث عن مسألة أن يكون شرعي حقيقي بالدرجة الأولى، أم هو كان الهدف هو زيادة دخل البنك وشريحة العملاء من خلال التشريع؟ والله هو سؤال صعب، لأنه في أي حال من الأحوال أي تاجر، والبنك هنا حيعمل يعني مؤسسة تجارية، أنه بتسعى إلى زيادة أرباحها. في نفس الوقت بتحاول تكون قدر المستطاع أنه أنت بتقدم شيء مقبول في المجتمع. المجتمع بدأ يتوعى أنه هو لازم تكون منتجات إسلامية، وبدأ يعرف أنه في شيء اسمه إسلامي، فليش أنا أشتري منتج عادي بطاقة ائتمان أو إيجار سيارة أو بيت في حين أنه ممكن يكون هذا المنتج إسلامي؟ بغض النظر هو المستهلك إيش هو الإسلامي، ما حيكون عارف. اللهم أنه في هيئة شرعية اطلعت وأدت موافقتها على المشروع هذا أو على المنتج هذا، فهو عنده ثقة أنه الجماعة دول ما طلوا ودرسوا وختموا إلا أنهم عارفين أنه هذا منتج إسلامي. طبعا عشان أجاوبك بكل صراحة، المنتجات الإسلامية يجب أن تكون تأخذ موافقة الهيئة الشرعية، ويجب يكون دوريا في مراقبة عليها، هل الإجراءات والسياسات تغيرت أو الإجراءات والسياسات تطبق أو لا، لأنه ممكن نكتب في إجراءات والسياسات شيء نأخذ عليه الموافقة، ولكن لما نيجي عند التطبيق البند هذا والبند ده ما هو من صالحنا، فإحنا ما ننفذه وما حد عارف، لأنه يحصل وبيحصل وما بيكون العميل في دراية عن الموضوع ده، يعرف أن المنتج هذا إسلامي، والإجراء أنك تستلم من هنا وتسلم لده وإنت تدفع أول أو ما تعتبره خدعة للعميل؟ يعني هو تسهيل للعميل. لا، أنت ما تطبق البنود، كيف تسهيل؟ خلنا يعني يلتزم بالنظام. أوكي، هو ما وقع إلا أنه يلتزم بالنظام، صحيح. لما يجي عليه الشيء أنت هتاخذوا حقكم، لكن لما هو يبغى حقه من البنك لازم تطبقوه. يعني مثلا الأقساط، يجي مثلا يزود القسط أكثر من القسط المستحق، مثلا الاتفاق مثلا يوم 4/26 يجي البنك يخصم يوم 23 مثلا، في خلافات. في خلافات طبعا. تقول أنت روح اشتكي، ما يشتكوا الناس، ما حيشتكي لأنه إما ما هو عارف، إما ما يعرف حقوقه، أو إنه يعني يكسر، وإن عرف إجراءات طويلة وحيحس إنه يعني بيدخل ضد مافيا أكبر منه بكثير، وهو ما حياخد من وراها شيء. مافيا أي منظمة كبيرة وقوية بتكون عندها مقدرة إنه هي تدافع عن نفسها أكبر من أي فرد، لأنه إذا الفرد حيروح حيرفع دعوة مثلاً. بس لو البنك مثلا اللي أعرفه أنا مثلا كنظام إن البنك إذا خالف مثل إصدار بطاقة صراف مثلا وأخذ رسوم عليه مثلا، وهو ما له حق يأخذ البنك إلا في حالة إن العميل ضيعها فقط، صحيح. أما غيره البنك يجدد له بدون ما يأخذ أي شيء، فيأخذ غرامة البنك وسط النقد، لو اشتكى غرامة 50,000. لو اشتكى، إذا اشتكى وحد، لكن
بنتكلم على منظمات كبيرة زي البنوك في المملكة مثلا، فهي قادرة على أنها تدفع الغرامة ولا أنها تدخل في أنه سمعتها. ما عليش بس قانون، في القانون إيه روح اشتكيني، مين يدري، ما حد حيعرف، لا حتطلع في جرائد، يعني ما هو شيء كبير ممكن يهز في كيان المنشأة. بس للدرجة هذه البنوك تستسهلها؟ هي أحيانا بتستسهل لصالح المستهلك عشان الإجراء يكون أسهل، لأنه أديك مثل، يا خلي بعطيك أنا مثل، لما تأخذ علي رسوم بطاقة صرف مش مستحقة، هي بتسهله ولا بتأخذ منه؟ لا بتزيد من الربح. طيب. في حالات وحالات. أوكي. حالات وحالات. المواطن أحيانا كثير أو المقيم ما بيكون على دراية بحقوقه، وهذه بتسبب إشكالية في التعامل بين الطرفين. عادة في الدول اللي بتكون فيها حماية كثير للمستهلك بيكون قانون الإجراءات متاح، إما أونلاين أو كتاب موجود أو اللائحة المبسطة بتكون موجودة على مكتب الموظف بحيث إنه يشوفها العميل. هو مش دائما بيقول أستاذ ياسر الآن، يقول الآن لما تتعامل مع شخص مثقف واعي فاهم القانون أحسن من جاهل. طبعا صح ولا لا؟ نعم. هل تثقيف الشخص عبء على المنشأة أو على الشخص نفسه؟ هي سلاح ذو حدين. المنشآت من واجبها أنه هي لما تطلع منتجات جديدة وتبغى تروج لها تروج معها الإجراءات والسياسات اللي هي فيها قد تؤدي إلى رفع دعاوى ضدهم. في نفس الوقت اليوم الدنيا اختلفت، المعلومة صارت بمتناول أيدي الكل من الصغير للكبير، فأعتقد يعني من واجب الإنسان أنه ما يعيش في الدنيا دي كمالة عدد، أنه يستثمر بوقته شوية في وقت فراغه، أنه يطلع يبغى يشتري سيارة، يشوف لوائح التأمين. طيب. إيش هي، يشوف لوائح التأجير إيش هي، من حقه يشوف وموجودة. طيب. ليش أستاذ ياسر منتجات البنوك دائما متشابهة؟ تلقاك نفس الشيء، يعني تلقى مثلا التأجير منتهي بالتمليك سيارة تلقى بكل البنوك، تلقى الاستصناع موجود كل البنوك، وتجد والغريب تجد بعض البنوك هذه والله فروع اسلاميه وهذه فروع ما اسلاميه، يعني كانه المال هذا الحال وهذا المال الحال، ومع انها كلها اموال مختلطه يعني. صحيح. انا ما بدي رايي لكن انا اسال فقط، لكن تشابه المنتجات بين البنوك ولكن الاسعار تختلف، تسعير ليش؟ يعني طبعا تسعير بمعنى الرسوم، ليش تختلف؟ والله شوف، مثل بطاقات الصراف، مثل بطاقات الصراف 150 ريال هذا البنك وهذا 100 ريال وهذا 50، واذا عندك صاحبك قال لك روح بلاش. صح. هو التشريع واحد، فالنظام واحد بيصدر من مؤسسه واحده لمؤسسه النقد، والمشرع ادى اللوائح التنظيميه لكل المنظمات اللي بتعمل في هذا المجال. ممتاز. والان اضيفت شركات التمويل الى البنوك في مجال التمويل، هم ممكن يكون بيبيع عقار او بيبيع بطائق ائتمان او مفروشات او الكترونيات او سيارات، يعني كل المنتجات التمويليه. ليش بتختلف من مكان الى مكان؟ حسب اجراءات وسياسات المنظمه نفسها. في منظمه بيكون عندها النظر الى المخاطره عالي جدا عن منظمه ثانيه، فبيقولوا احنا اسعارنا غير، فنحن عشان نحمي نفسنا لازم نرفع هذا السعر. من حقك ترفع سعرك اذا كان عندك تميز في الخدمة. لأنه نحن الآن بنتكلم على خدمة ثابتة across the board لكل العملاء. طيب نجي بنقدم، أنا لازم أتميز عن زميلي أو المنافس عشان أنا أقدر أرفع عليك السعر، سواء بمدة التمويل، سواء بالخدمات المرافقة للتمويل، السرعة سرعة التنفيذ، خدمة ما بعد البيع، الكول سنتر، التأمين، العروض، الأشياء هذه كلها. لكن في بعض الأحيان بتكون لا، وسببها إيش؟ إنه بتجي ضغوط على التنفيذيين إنه نحن يعني محققين مثلاً أرباح في مكان معين، خسارة في مكان معين، بنحتاج نرفع الربحية، فهذه بتكون أمور داخلية ما لها دخل في المنتج. فبالنهاية مين بيدفع ثمنها؟ يدفع ثمنها العميل. العميل هنا ما حد بيقول اجبرك، انت اليوم انا عميل بنك اكس بكره عميل بنك، انت حر، انت روح نقي البنك اللي تبغاه واختار المنتج اللي تبغاه، لانه ما عاد يفرض عليك انك تتعامل مع بنك واحد. اليوم انت اليوم ممكن تطلع بطاقه ائتمان من بنك انت ما لك اي علاقه فيه،
وهذا مفترض يحسن نوع الخدمة إنه بيزيد بالتنافسية في الموضوع نفسه. أتحسنت أسعار التمويل ترى جدا ممتازة. الإشكالية فين؟ في الأشياء اللي هي مخفية عن العميل. الرقم الوحيد اللي العميل بيعرفه اللي هو الفوائد الربح أو هامش الربح. طيب هامش الربح هذا الرقم معروف، كم هامش الربح؟ 1.99 2.5 لا أنا في القطاع الفلاني أنا في القطاع الفلاني. بيأخذ تسعيرة مختلفة. اللي مخفي عنه الأسعار حقت الخدمة الداخلية، مثلا التأمين حسب اللوائح الجديدة حق مؤسسة النقد مفترض التأمين يدفع حسب الإهلاك على الأصل. يعني لنفرض هي سيارة، السيارة شريناها ب 100,000 ريال، خمس سنوات استهلكت، خمس سنوات استهلكت، فأول سنة مفترض تنزل 20% عن ثاني سنة، ثاني سنة جينا نأمن عليها تكون قيمتها 80,000 تناقصية، ثالث سنة تناقصية، وزي ثالث سنة ورابع سنة. اللي حاصل إنه لازلنا بنتقاضى من العميل مبلغ ثابت على المبلغ الأساسي. يعني السيارة ب 100,000 ريال خذنا منك 4%، فهي 4% ضرب 5 سنوات 20%، خذنا منك 20,000 ريال من الموضوع. هنا المواطن أخذها على 100,000، أخذها على 100,000، في حين أنه هو المفروض السنة اللي بعد يأخذها على 80، هي حيدفع قيمة للشركة التأمين 80,000 ويدفع له بعد كده على مثلا على 73,000 وعلى 65,000 وزي كده. هنا فيها مش ربح ممتاز بيجي على التمويل غير معلن وما هو عارفه العميل. العميل لما بيجي يدق باب البنك او شركه التامين او وات ايفر، ايش هدفه؟ ابغى اخلص، ابغى سياره باكج، ما ابغى اشيل هم دا ودا ودا. فبيقولوا له بالنهايه انت قسطك 2373 في الشهر، اوكي فين اوقع؟ اوقع ولا يقرا اللي خلف الورقه، ولا يقرا اللي خلف الورقه، لان هو بيطل على رقم يقدر يدفعه او لا. وهنا بتيجي شطاره التسويق في المؤسسة هذه، لأنه هم بيطلوا على راتبه وبيعرفوا قديش هو يقدر يدفع وبيدوله اللي يقدر عليه. فكر ما فاصل فاصل معك. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم، نستكمل حوارا مع الأستاذ ياسر يحيى كشكش وهو رئيس مجلس إدارة شركة الابتكار العربية للحلول والخدمات الشاملة. طيب عشان ما أبغى أخذ وقت كثير في موضوع البنوك وما البنوك، لكن عندي كذا سؤالين ثلاثة في هذا الموضوع ويهموني أعرفهم. الشيخ صالح كامل معروف أنه طبعا إنسان ممكن مصرفي وخاصة مصرفي الإسلامية، في أحد الحوارات معايا من فترة قال انه وصلنا في مرحله الصيرفه الاسلاميه انه ما اصبح عنده منتجات ابتكاريه جديده تجاري التغير اللي يحصل في العالم، اذا انا فهمت يعني ما قال بالضبط. فبالتالي كانها عند حد معين توقفت، لا توجد فيها الابتكارات والمنتجات والتفاعل والتغير والنمو مع هذا العالم اللي يحصل. ايش رايك؟ والله هو طبعا إذا حنتكلم على الشيخ صالح كامل فيعني هو اللي بدأ المصرفية الإسلامية، وما يقول وقف، يقول إحنا وقفنا، نحن وقفنا. إذا بنطل الآن في العالم، فبنطل إنه العالم بتسعى إلى وجود حلول إسلامية لمنتجاتهم لأنه وجدوا فيها مصداقية عالية. فالبنوك الدولية الآن بدأت تخلق منتجات إسلامية لأنه العميل عندهم بدأ يطلبها، وفي لها رواج كبير، وفي دول بتساعد لتصاريح بنوك إسلامية برأس مال بسيط جدا على أنه يبدأ بنك إسلامي، لأنه عارفين أنه طرق التمويل والخدمات بتكون ممتازة بالنسبة للتجار وللمستهلكين العموميين. للأسف الكلام صحيح، قسم البحوث لخلق المنتجات بسموها عادة اسمها إدارة تطوير المنتجات في البنوك التمويلية مثلا، نفرض عند إدارة التمويل، هذه بتكون دورها أنه هي تطلع إلى السوق وتطل على إيش الفرص الموجودة لخلق المنتجات عليها. اللي بيحصل أنه كل الحكاية بتكون كوبي بيست، البنك الفلاني طلع ببرنامج جديد
فنحن كلنا حنسوي زي زيه. لا أكثر ولا أقل. وحتى ممكن إنه نشتري الدليل الإجراءات والسياسات من موظف عند البنك الثاني، نروح نوظفه نديله عرض يجينا ويجيب لنا مع المعلومات عشان ما نتعب في الموضوع ده، يختصر الوقت يختصر الوقت. فبتلاقي طلع المنتج بعد 3 شهور طلع في البنك الثاني، طلع في البنك الثاني، متى لحق تاخذ له الترخيص وتسوي المنتج هذا كله؟ ممكن تاخذ 6 إلى 9 أشهر الحكايه في بنك واحد، انت كيف لحق تسويها في 3 شهور؟ فبتلاقي انه في يعني كوبينج لبعض، وما في يعني الكلام صحيح، وانا ما اقدر الا انه اتفق معك في الموضوع، ما في انتاج لمنتجات جديده ولا المنتجات القديمه بتتطور. المنتجات القديمه زي ما هي. يعني اديك مثلا، اتكلم على بطاقة الائتمان. بطاقة الائتمان فكرتها انه انت بتمول شخص بفلوس ما هي عنده. انا اصدرت لك البلاستيك هذا وديتك هو وقلت لك روح انت معك مثلا 20,000 ريال تستعملها، وال 20,000 ريال هذه مقابلها انا حاخذ عليك فوائد برقم معين او هامش ربح. كلنا بنستعمل نفس الطريقه. طيب في عروض ممكن نشبكها مع مثلا طيران، ممكن نسوي اميال، ممكن نسوي شيء، ما في شيء جديد، كلها اشياء قديمه بتتعاد. لو طلينا على السوق الخارجي وشفنا انه هذه بطاقات الائتمان مشبوكه مع تجار التجزئه الكبار، مثلا سواء كانوا سوبر ماركت او كان محلات مفروشات او الكترونيات، وبتلاقي او مكتبات كبيره، فبتلاقي هذا المكتبه او السوبر ماركت عنده بطاقه ائتمان باسمه، فبيصير في ولاء من العميل لي انا والله مثلا زبون السوبر ماركت الفلاني، ما حروح السوبر ماركت الثاني لانه هنا بتتحسب لي نقاط وباخذ تخفيضات وباخذ كوبونات على البطاقه دي. البطاقه دي ظاهرها اسمها السوبر ماركت الفلاني، ولكن فعليا في الخلف التشغيل بيكون من بنك. البنك هذا هو اللي بياخذ التمويل وبياخذ المخاطر وبياخذ الفوائد وبياخذ في نفس الوقت الخسائر اذا كان فيها، مقابل نسبه معينه من الارباح بيكتسبها. التاجر هنا فتح للبنك سوق ما كان موجود عنده، فتح له كميه عملاء اللي هم بيدخلوا عنده عملائه، فتح لهم من غير اي مقابل انه هو يسوي من وراهم ارباح. هذه المنتجات لا زالت مش موجوده، مع العلم انها شيء بسيط جدا وبتصير وموجوده في كل العالم. ولائها بيفيد التاجر كولاء انه يرجع للزبون، يرجع عندك انت ما يروح على مكان ثاني، وبالنسبه للبنك استفاد ماديا طبعا، كل الاطراف يعني كل الاطراف بتستفيد. والمستهلك بالنهايه بدل ما اخرج بطاقه الائتمان حقه البنك الفلاني اللي يمكن ما له علاقه مع التاجر هذا، انا بستخدم البطاقه حقه المتجر الفلاني وباخذ عليها نقاط وبشتري منها، وبتزيد سقف الائتمان حقي عامة، لانه لافرض اخذ مثلا من البنك الفلاني 20,000 وهذا 30,000، جاء هذا وداني 10,000، اروح اشتري منه ب 10,000 ريال. قد يكون مبلغ زهيد او كبير اللي هو، بس بيزيد سقف الائتمان بيخليني اقدر اروح اشتري. في برامج كثير موجوده برا الان وممكن تحور الى منتجات اسلاميه. لكن بعض المنتجات استاذ ياسر يعني مش الاسلاميه بشكل عام، منتجات بنكيه تؤدي الى كوارث وافلاسات، ممكن مثل عشان ندلل على الشيء، مثل عمليات التمويل السكني. لما انت تطلق العنان في مساله التمويل السكني بدون الضمانات زي ما حصل في امريكا وغيره، حصل اللي حصل. صحيح. ممكن اذا كان السوق اللي حصل في امريكا وهو يعني منتجات خطيره لابد يكون فيها، عشان يعرف المشاهد انه فيها لازم ضبط وربط ومراقبه ومحاسبه والى اخره. هو احيانا العميل هو اللي بيدخل نفسه في المشكله بسبب ضغوط هو حط نفسه فيها، يعني مشكله البيت مثلا. الان احنا عارفين انه الفتره الاخيره في العشر سنوات الماضيه ارتفع سعر العقار ربع 100% في المملكة العربية السعودية عامة، طبعا نتكلم عن المدن الرئيسية وشيء زي كذا. رقم تقديري هذا ولا؟ لا الرقم معلن. اوكي. رقم معلن 400% خلال العشر سنوات الماضية. طبعا
وجود برامج الإسكان الجديدة أو الحلول الإسكانية الجديدة اللي طرحتها الدولة أكيد حتساعد كلها أنها تنزل الرقم، ولكن حتيجي على فترة زمنية، ما حتيجي في يوم واحد أنه فجأة تنزل الأسعار أو يصير تصحيح في السعر. أنت لما تجد وتطرح برامج تمويلية لسعر منتج عالي في حين دخل الفرد ما يوازي الرقم هذا، وأنا عندي حد 20 سنة 25 سنة أقدر أموله، لأنه معظم برامج التمويل بتسعى أنه ينتهي البرنامج قبل عمر 60 سنة، يوصل عمر العميل 60 سنة. فأنا ما عندي وقت كثير، لأنه ممكن يكون في الثلاثينات، ممكن يكون في الأربعينات، فما معي وقت كثير أدي التمويل هذا. وفي نفس الوقت عندي لائحة بتقول ما أقدر أخذ أكثر من 50% من دخلي. طيب أنا جيت والتزمت ب50% من دخلي، قد يكون مثلا دخلي 30,000 ريال، والتزمت ب 15,000 ريال لبيت قيمته مثلا 3 مليون ريال او 2.5 مليون ريال دوبلكس في مدينه رئيسيه، اسعار عاليه جدا. طيب وهذا مما رفع سعر الشقق، صارت الشقق اللي كانت ب 400 صارت ب 800، واللي 800 صارت بمليون و200، فصار في ارتفاع في الاسعار. انا حلتزم بالمبلغ هذا لمده 25 سنه. طبعا في الزمن ده في الفتره دي بتزيد مصروفاتي، اولادي بيكبر، تضخم، عندي تضخم، عندها ما حقدر اسدد ده كله. فلما اجي ابغى ابيع البيت او شيء زي كذا، اصلا سعر البيت انا شاريه عالي، فبصير في نزول في السعر، فبصير في جاب بين سعر الشراء وسعر البيع، وهنا بيصير الكلابسيشن، وبصير الناس بتفلس وبتدخل السجون زي ما صار في امريكا. الاسعار كانت مبالغ فيها، وبالتالي صار تصحيح قوي جدا، والتمويل عالي، والتمويل كان عالي، ولكن بسبب سهولة التأمين التمويل. طبعا عشان بس نذكر للمشاهد انه مؤسسة النقد فرضت بند جديد بالنسبة للتمويل العقاري، هو 30% دفعة اولى انه يدفع من قيمة العقار، وهذا يعني يعني بيدي حماية للكل، انه انت لازم يكون عندك ملاءة. لكن لهم منتقدين انه يسبب حماية لكن لا يرفع ملاك السكن. ايوه، لكن بيقول انه ما حياخذ سكن الا اللي عنده ملاءة مالية، عشان لا يدخل في متاهة. الصلاة خير من النوم، يعني اذا كان عندك ملاءة مالية انت احيانا يمكن مش محتاج تمويل عالي يعني، ولا لا؟ الان وجدوا البنوك حلول لها انهم يمولوك ال 30%. اعتقد هنا تيجي نقطه مهمه جدا، اللي هي وجود برامج منتجات بنكيه تستطيع تعالج العجز في القدره على تملك السكن. كيف تستطيع توجد منتج يساعدك في تملك السكن بدخل متوسط او اقل في ظل الظروف الحاليه؟ هي موجوده وسهله. إذا كان المؤسسة المالية هي راعية للمشروع فممكن يصير، لكن اليوم المطور وصاحب الأرض والمقاول في جهة والبنك في جهة ثانية، لو جو كلهم واشتغلوا مع بعض زي ما بيحصل برضو في الأسواق الثانية، وكانوا كلهم بيعملوا تحت مظلة البنك، فالبنك هو صاحب الأرض والبنك هو المطور العقاري، طبعا مع وجود مقدمين خدمة بكفاءات وخبرات بيشتغلوا في الموضوع، ممكن ساعتها يكون سعر الوحدة السكنية يكون جدا ملائم لدخل الفرد. احنا إشكالية عندنا بين دخل الفرد وبين الأسعار الموجودة الآن في السوق، وعلشان كده إن شاء الله الحلول الإسكان اللي وضعتها الدولة زائدا نسبة الزكاة على الأراضي البيضاء قد تؤدي إلى أنه الأسعار يتم عليها التصحيح بسرعة شوي، لأنه ما في توازن. فعشان كده في أي بنك أنت هذا حتلاحظ أستاذ راشد، اليوم في أي بنك في العالم المحفظة، محفظة تمويل العقار أعلى محفظة بتكون في بنوك العالم، نحن محفظة التمويل العقاري هي أقل محفظة. أنا سألت في هذا الموضوع أن البنوك عطني ضمانات، الان عنده الضمانات، ما في سوق. لا ما في سوق، لا ما عندهم ضمانات كافيه. انا بوضح انه اول شيء السكن تمويله يعني سقفه عالي جدا، واذا جاب الراتب هو مثلا اقصى حد يعطي راتب كم؟ 18 راتب تقريبا، فان شاء الله راتبه 20,000 ان شاء الله، مع انه متوسط الرواتب هو 8,000 تقريبا. صحيح، ف 70% اي، فاذا قلنا 20 راتب من 20,000
ما تجي 200,000 يعني، فهي يظل رقم صغير لا يستطيع يتملك. هذه واحد. الشيء الآخر 30% هذه تعتبر عائق، لأنه أنت تجد سكن، هو زي الرهن العقاري، هو رهن عقاري، تجد سكن بمليون ريال يقول لك النظام سدد عطنا 300,000 كاش، وما عنده. هو فهنا يضعف التمويل. تصحيحا للمعلومة، ال 18 راتب هي للتمويل الكاش. إيه. طيب، مش للتمويل العقاري. صحيح. التمويل العقاري ممكن لغاية 50% من دخلك لغاية ما تسد القرض، يعني مثلا نفرض 5 مليون. سعر البيت 5 مليون. خلينا على مليون أحسن. خلينا على مليون. إيه. فحنشوف نحن ال 20 سنة من ال 50% حقت راتبك على 20 سنة حتغطي ولا لا؟ المهم لا أتعدى 50%، ممكن أنت يكون عمرك 25 سنة، فأنت قدامك 35 سنة تمويل، فممكن أديك 35 سنة عقد وأخذ منك 50% من دخلك، أكيد دخلك حيزيد. فأنا حأخذ منك 50%، لقد تكون ممكن مثلا أنت راتبك 10,000، فأخذ منك 5,000 لمدة 35 سنة. بس هل التضخم يوازي نسبة النمو في الدخل؟ لا، مستحيل. لا لا، احنا بنتكلم كنظام وكمنتج موجود، ما احنا بنتكلم لصالح الهيئه او 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 العميل. اللي بيصير انه لا زال السعر عالي، سعر المنتج عالي كبرودكت يشتريه كمثلا كشقه او هذا. احنا عارفين انه 70% دخلهم لا يتجاوز 8,000 ريال. فهنا يجي الطرح لازم يكون موافق لي الإمكانية الشراء، القوة الشرائية هذه إمكانيتها. فإذا أنا ما عندي منتج للقوة الشرائية أكيد ما حيكون عندي محفظة قوية في العقار، وهذا السبب أنه ما في محفظة قوية في العقار بعد ما صدرت القوانين واللوائح. البنوك كلها محمية، كان هذا الكلام صحيح من 2-3. اليوم مؤسسة النقد أدت كل اللوائح والقوانين والشروط تحمي المؤسسات المالية أنها تسترجع فلوسها من المستأجر أو من العميل. لكن السعر في السوق مش موجود، ممكن يكون موجود في القرى في المدن الصغيرة، لكن في المدن الرئيسية ما في موازنة بين السعر ودخل الفرد. طيب، خلينا نروح لقطاع التجزئة شوي. شركات الأغذية، لثيم، بندا، تميمي، كارفور، مزرعة إلى آخره، قطاع التجزئة، شركة جرير وإلى آخره، هل هؤلاء يستطيعون إيجاد منتج يستطيعون من خلال كسب الولاء ورفع المبيعات وتحقيق الربح في النهاية؟ هل هو الخصم وبطاقة خصم بس؟ لا، مش خصم وبطاقة خصم. يعني التاجر بغض النظر إيش المنتج اللي بيبيعه، إذا كان عنده سلسلة مواقع أو مواقع مختلفة يجب أن يسعى أن يكسب ولاء العميل. لأنه أنا اليوم مثلا وقفت في على مثلا على الدانوب أو العثيم أو الآخر ونزلت وعجبني المكان، اشتريت منه ومشيت، ولكنه ما هو قريب من بيتي مثلا، كنت ماشي في الطريق فرحت على بيتي. إيش القريب من بيتي؟ أسواق النجمة، سوق تاني مختلف تماما، دخلنا عليه وشرينا وخلصنا. لو كان عندي برنامج ولا يديني مميزات زيك بتتكلم على الفنادق، زي على السيارات، إيجار السيارات أو شيء زي كده، بيكون في برامج ولا بتخليك فين ما تروح في أي مكان في العالم، لا أبغى أنزل في الفندق الفلاني لأنه بديني تقوم. والخطوط أو الخطوط المعينة بتديني نقاط، بتديني أميال، فهذه موجودة ومربوطة كمان ببرامج مالية. يعني ممكن هذه برامج الولاء غير أنها قد تكون برامج تسويقية بحت لزيادة عدد العملاء ووضع بحوث لهم ودراستهم ودراسة إيش متطلباتهم، وممكن أن ترسل لهم سير أسئلة وتجاوب معهم في طرح في أطروحات جديدة لمنتجاتك، لعرض طريقة العروض، لأي شيء جديد أنت مبادرات بتطلعها في سوقك. هذا بند. البند الثاني ممكن هذه نفس البطاقة تكون بطاقة تمويل مدعومة من بنك. سووها جرير أظن، واحد البنوك، صح؟ إيه. تركبنا فاصل، شاهدينا فاصل آخر ونعود. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة.
مشاهدي الكرام مرحبا بكم، نستكمل حوارنا في الجزء الأخير مع الأستاذ ياسر يحيى كشكش، وهو رئيس مجلس إدارة شركة ابتكار العربية للحلول الخدماتية الشاملة. طيب أستاذ ياسر، الآن إذا جينا الموضوع شركات التأجير السيارات، أنت دخلت في هذا الموضوع من ناحية إيجاد المنتجات في عملية التأجير، خلينا نتكلم عن المستهلك الآن في التأجير أو غيره، هل يعرف حقوق المستهلك عندنا؟ ثقافته، وعيه، إدراكه، حقوقه، رفع دعوة، طلب، هل يملكها؟ عامة لا. العميل عندنا اليوم يعني للأسف بيسعى لأنه يشتري المنتج وخلاص، ما بتلاقي أحد بيقرأ اللوائح، بيقرأ الشروط أو يحفظها حتى، أو يحفظها أو تكون موجودة معاه. تعال مثلا اشتري ثلاجة بعد 6 أشهر، فين ورقة الضمان؟ ما حد حصلها. فالأشياء هذه كلها بتضيع، فثقافة الوعي للحقوق مش موجودة. طيب حتى في البنوك صح؟ حتى في البنوك، لأنه العميل بالنهاية يبغى المنتج، أبغى أستلم السيارة، أبغى البيت، أبغى أشوف إيش احتياجي، أبغى بطاقة ائتمان، أبغى أشتري، أبغى أسافر. يعني ما بينظر إلى أنه إيش تبعات الموضوع علي أنا، أنه باقي لي حقوق، وباقي لي حقوق، لو استلفت المبلغ هذا وما دفعته إيش حيصير، لو تأخرت إيش حيصير. فجأة بتلاقيه بيقول لك أنا ممنوع من السفر. طب أنت اللي دخلت في البنود هذه، مش عارف إيش حقوق ولا عارف إيش اللي عليه. لو عرف النظام لسهل على الكل. هنا بيجي دور برضو ثقافة البياع. البياع هل هي بتكون لوائح عليه وتعليمات انه لا تدي العميل معلومات؟ وانا ما اتوقع هذا الكلام صحيح، لانه يعني الكل يسعى انه انت بتكون عميل، انا اليوم بايع بكره عميل في مكان ثاني، فالكل بيعرف حقوقه. لكن للاسف الثقافة البيع عندنا ما بتديك ايش هي كامل حقوقك وايش هي كامل المنتج. شريت شريحة جوال ما بيديك كل الأشياء، شريت سيارة ما بيقول لك، شريت وثيقة تأمين ما بيقول لك إنه والله في حالة الغبرة، في حالة الثلج، في حالة ما بيذكر لك دي الأشياء. فجأة بيجي برد، القزاز بيتخدش، بتروح له بيقول لك لا هذا مش مضمون. طب أنا مستحيل أقرأ وثيقة 4 صفحات والخط صغير فيها، أنت مفترض كان تقول لي ترى أنت ممكن تشتري هذه الأشياء عشان تضمن حقك فيها، أو مثلا سيل، أو اللي هي من الكوارث الطبيعية، هذه غالبا بتصير في التأمين، وهذه مش موجودة. الموضوع ده عب على المستهلك نفسه انه هو يثقف نفسه، وعب على التاجر او البائع انه هو يثقف العميل عشان تصير الحكاية اسهل، في سواء رواج المنتج لانه يقول لك والله منتج سهل، والله خدمات ما بعد البيع ممتازة، او لا تشتري. طيب إلا صار عندي أنا معرفة بالأنظمة والقوانين وإلى آخره، يعني خاصة في القضايا اللي تأخذ لها، يعني خلنا نقول لازم يكون في وسيط قانوني، بمعنى أنه لازم يصير في واحد يحكم في هذا الشيء، مثل أنا خلافي مع بنك على سعر فائدة، على سداد، على إلى آخره، فأنت تحتاج إلى مؤسسة النقد يمكن يصير في تدخل في الموضوع. الشركات قد تخاف أو على سمعته أو تلتزم، طبعا وهذا شيء طيب تلتزم بالشكاوى، لكن هل الإجراءات لما أنا أرفع شكوى أو قضية بسلاسة تمشي والأمور كويسة وممتازة، بكرة يومين 3 أيام أسبوع وأخذ حقوقي، ولا إجراءات طويلة؟ هو اللي حاصل بند الشكاوى، عشان ما نلقي اللوم على الناس، يمكن هو يعني يدرك أنه ما راح يحصل على شيء، هو حيحصل، لكن هو في صار شك في انه حيحصل ولا لا، فبطل يبادر. يعني حتى لو كان مثقف بحقوقه بيقول يا الله انا حقدم وحصير، هذا ما عنده يقين انه حقه حيوصل. ليه؟ لانه قد تكون من زمان مثلا في حقبه زمنيه معينه كانت المؤسسات او التشريعيه يعني ما تسعى وراء انه خدمة العميل او المستهلك، او تغيرت الثقافة تماما في البلد، صار الان يعني المواطن او المقيم حقوقه هي رقم واحد، خصوصا في المنتجات اللي بتمس المستهلك، في وزارة التجارة مثلا، في مؤسسة النقد، صاروا يسعوا الى وجود لوائح صارمة تحميه.
من الغشش، من زيادة الأسعار، من هذه كلها. يجي الدور هنا على مين؟ يجي الدور عليك أنه أنت، هو قال لك كلمني إذا شفت غشش، كلمني إذا شفت أي شيء. يعني بادروا ووصلوا لك المعلومة، ووصل لك أنه ترى نحن حنحميك، كلمني وصل لي المعلومة. لكن الثقافة حقت الشكاوي مش موجودة. يعني هنا ممكن نجي نحط اللوم على المواطن أنه ما بيتكلم، لأنه سبق وقد جرب مثلا وقال لك أنا يعني مبدأ التعويضات أنا أشوفه مش يعني خلنا نقول عبارة متداولة وصياغة إذا صح التعبير متداول عندهم. والله حصل على تعويض، حصل على تعويض، مو تعويض على قيمة السلعة نفسها، لا، يمكن لو حصل على وجبة مثلا فيها مشكلة تلوث أو أي شيء ما يأخذ قيمة وجبة، يأخذ يمكن 100,000 دولار، يمكن 100,000 ريال أو مليون أو إلى آخره، أو سيارة معيبة تسببت في حادث أو 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 إلى آخره. ما عمر سمعنا تعويضات مالية وبمبالغ يعني نقول محترمة، ليه؟ والله شوف، إذا حنحكي على الشكاوي واللي هو بند يعني أنا اشتكيت، إيه؟ أبغى حقي. القانون بيقول يجب التشهير، طيب، لكن الواقع ما في. طيب ليش ما في تشهير؟ يعني دكتور خطأ طبي، يعني مطعم غشش، مات، ما نعرف إيش تسمم، هذا بنحاول إنه يعني ما نقول دي الأشياء كلها. هذه يعني ثقافة معينة، في قد تكون لحماية ناس، قد تكون لحماية بشر، يعني فهذه مش موجودة عندنا. لكن هل موجود الآليات التقاضي؟ موجود الآليات طبعا، أكيد موجود، موجود النظام، ووضعت لوائح، ووضعت أنظمة تحمي جميع الأطراف. يعني أنت في بلد فيها قانون وفيها حكم وفيها محاكم وفيها لجان سريعة تحكم. يعني حتى الإيجارات تتغير الموضوع، إذا كان أنت ما دفعت الإيجار بسرعة بتضمن حقك كمستأجر أنت. يعني ما عاد زي أول، الأمور تأخذ وقت طويل، وهذا كله الدولة بتسعى أنها توجد حلول وتوجد. يمكن قضاء التنفيذ له دور كبير صار. يعني والله الثقافة بين المستهلك وبين البائع، أنا أرجع أقول هي هذه إحنا مشكلتنا في الموضوع، لأنه التشريع مهما وضعت ومهما سويت أنت بتحاول تواكب اللي موجود في المجتمعات الخارجية، وفي نفس الوقت تكون تحمي كل الأطراف. هنا يجي الدور عليك أنت تثقف نفسك وأنه أنت تحمي نفسك. يعني ليش ما نلاحظ أنه عندنا منتجات أو خلنا نقول ابتكارات تنتج وتباع؟ يعني ما سبق سمعت، وصحح لي، أنه مثلا ابتكار صنع وبيع في الخارج بمبلغ وقدر، أو لشركة محلية أو شيء، يعني كأنه شيء معدوم ما فيه. هل هذا يعني أنه ما يوجد، ولا أنه يوجد لكن لم يدعم ويبرز وإلى آخره؟ خلنا نقول مثل واتساب تباع ب20 مليار، هو ولا بكم؟ صحيح، رقم فلكي، رقم. أنا ما أبغى أقول واحد يخترع لي واتساب، أنا أقول يعني واحد يخترع إن شاء الله يوفر في الاستهلاك للتكييف مثلا، مشكلة الغبار اللي عندنا يجد خلينا نقول جزء من حلول إلى آخره، وتطلع لها مبالغ ضخمة. يعني هو كانت كل هذه الأمور بتدار بمحاولات فردية، إنه فرد بينظر إلى بحث معين، جهد شخصي يعني، أو تجربة معينة، وبتاخذ إجراءات طويلة، يعني تحتاج إلى دعم مالي، فبيستصعب الموضوع وما بيقدر إنه هو إيش إنه يكمل فيها، فإما بيبطل أو بيأس أو بيحاول وما بينجح. اليوم عندنا مؤسسة أنشئت من كم سنة اللي هي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، الجامعة هذه كاوست فكرتها إيجاد ابتكارات وحلول في شتى المجالات، وحقيقة إبداع مش طبيعي موجود مع وجود باحثين عالميين موجودين وكوادر وطنية في نفس الوقت. يمكن للمواطن العادي ما في رواج كثير لإيش الأشياء اللي حصلت في الجامعة هذه، لأنه هي يعني مؤسسة ما هي إعلام، ما هو غرضها الإعلام أكثر من أنه هي الدور من المستثمرين والمصنعين أنه هم يتواصلوا مع كاوست ويصير في تبادل أفكار ودعم للبحوث الموجودة، لأنه لازم رعاة يكونوا داعمين للبحوث هذه،
وتحول من فكرة ومن بحث على ورق أو على تمثال أو شيء معين إلى فكرة تجارية ولا تصنيع أسمبلي لاين وبيع. وهذه يعني أتوقع أنه خلال 2015 أو بالكثير 2016 هذه حتطبق. فهذه يعني حتعالج بند الابتكارات الجديدة والحلول الجديدة. وأتمنى من الكل اللي عنده فكرة أو عنده بحث أنا لاحظت تقرير صدر يعني من مؤسسة دولية أن السعودية حصلت على المركز الأول في تسجيل الاختراعات، يعني أكثر يمكن ما أبغى أقول رقم لأني ما أتذكر، لكن المتأكد منه هي أخذت الأول على منطقة الشرق الأوسط كله في اختراعاته. فهذا شيء تفتخر فيه، لكن هل هو يلامس الواقع ممكن نشوفه نلمسه، ولا ممكن أشياء تقنية وفنية ليس بشرط أن تكون ظاهرة في المجتمع؟ لا، أنا أتوقع أنه أنا وإنت حنلامسها وحنشوفها. نحن الآن الجيل هذا اللي انضم إلى البعثات الخارجية، بعثات التعليم الخارجي، هذا كله الآن سواء أولاد أو بنات أبدعوا في البحوث وأبدعوا في التعليم، وفي منهم متفوقين جدا وسبقوا يعني زملائهم في هذه الأمور. هذا جيل حيرجع وأكيد حيكون ثقافته مختلفة، وحيكون يعني منهجيته في التعامل حتكون غير، وإصراره على النجاح حيكون مختلف، خصوصا بوجود بيئة ملائمة أنه ينجح فيه. كيف توجد شخص مبدع؟ أنت طبعا عنوان الشركة ابتكار حلول خدمات شاملة، يعني تحس أنه يعني تبحث عن الشيء الجديد الذي يخدم وبحلول. كيف توجد هالشخص وليس شركة، الشخص اللي يكون بهذه الصفات؟ أولا الشركات هي عبارة عن أفراد وليست مرافق ومباني. الفرد إذا حس بانتماء إلى المكان اللي هو فيه حيبدأ يبدع، إذا حس باطمئنان، حس بانتماء، حس بولاء، يبدأ يحس بالولاء ويحس بأنه إنتاجيته ممكن تطلع، ويعامل كأنه صاحب بيت ولا يعامل كأنه أجير، وأنت تحاسب بوقت دخول ووقت خروج ونظام معين وإنتاجية معينة. طبعا الضوابط تكون موجودة. وإذا حنتكلم على الإبداع فأدخل على البيئة حقت أمازون جوجل وشوف شكل المبنى حقهم، شوف مكان الاستراحة حقتهم إيش شكلها، اللبس اللي بيلبسوه هم رايحين مكاتبهم، العالم قاعدة مرتاح. فلما تكون أنت مرتاح يعني نختصرها ببيئة عمل ملائمة تساعد على الإنتاجية. وإذا الإنسان وجد هذه البيئة أعتقد ما حتقول له اجلس على كرسي مكسر ومكيف في فتحة موجودة وتقول له والله أبدع وزباين قدامه واقفين كلهم، وتقول له مثلا خلص المعاملات بسرعة. يعني لازم يكون في صالة استقبال كويسة، الزبون واحد بيجي بيجلس قدامه برقم عشان يقدر ينتج. فإذا خلقنا البيئة المناسبة للعمل حتلاقي الإبداع بيزيد وحتلاقي الإنتاجية بتزيد، وعدد الساعات اللي هي تؤدي إلى إنتاجية بتلاقيها زادت. هل الشخص الابتكاري دائما يكون عندنا في قلة وفي ندرة؟ من وين تأتي هذه؟ هل هو الابتكار والإبداع يأتي موهبة ولا علم؟ أي شيء موجود في العالم بيكون في شيء مزروع فيك في داخلك ويعزز بالنظريات. فبتلاقي إنسان مثلا عنده هواية الرياضة، لو الوالدين ما سعوا إن هم يساعدوه إنه ينمي هذه الهواية حتموت. لو كان رسام، لو كان فنان، لو كان شاعر، أو في أي مجال كان. في نفس الشيء في العمل، إن كان مهندس شاطر، إن كان قانوني، لازم يكون في يعزز الموضوع ده بالنظريات. لو لقيت إنسان دائما شاطر بالأمور المالية لازم يدرس محاسبة عشان يقدر يكون يطابق النظم المالية الموجودة عالميا ومحليا، انه يهيئ انه يمارس هذه المهنة. ما حيقول والله انا محاسب شاطر. طب كيف محاسب شاطر؟ لو جينا نحسب الجرد ولو جينا نسوي هذا فبتلاقيه انه عنده عجز، ولكن كفكرة او كموهبة بتكون موجودة عنده، يحب الارقام. يحب الارقام نميها في نظرية. هل البنوك عندها مجال، البنوك او الشركات او غيرها عندها يعني خلينا نقول اهتمام في مساله البحث والتطوير وتصرف؟ مش كثير. وهذا هو نرجع لجمله الشيخ صالح كامل انه ما في تطوير في الموضوع هذا كله. نحن مبسوطين بالارباح اللي موجوده وبنعتقد انه هي ارباح ممتازه، في حين انه الارباح هذه
ممكن تتضاعف لو وجدنا لو استثمرنا في البحوث والتطوير أكثر. يعني الآن البحوث والتطوير خلنا نقول أنها في الشركات الكبرى، أعرف أنه سابق موجودة كشركة بتروكيماويات يعني رائدة ومعروفة، لكن هل يحتاجون البنوك يكون عندهم بحث وتطوير مع أنه يقدمون خدمات؟ يحتاجون؟ يحتاجوا طبعا، لأنه أنت بتقدم، أنت أول شيء أنت في بلد الحرمين، وإذا حنحكي على منتجات إسلامية فمن باب أولى أنها تبدأ من عندك. ما حنتظر انا دولة ثانية، يعني شوف انه في تقصير الموضوع هذا، ما حنتظر نتكلم عن البنوك كلها طبعا، نحكي على البنوك الان، ما حنتظر دولة ثانية تيجي تقول والله في منتج اسلامي وهذا الطريقة حقته من مثلا الشرق الاقصى او شيء زي كذا. هذا يعني حيعكس صورة سلبية على الكوادر اللي موجودة في البنوك عندنا. البنوك بتسعى اليوم الى ارضاء العميل بالموجود. وكلنا بنحاول نشتغل في نفس المكان وعلى نفس العميل. طيب وضعنا أفضل من الدول المجاورة بسبب عدد السكان الأعلى وعدد العملاء اللي موجودين، لكن الموضوع ده زي ما تفضلت للأسف أنه مش موجود، وأتمنى أنه البنوك يعني تنظر إلى هذه الناحية، لأنه في البحث والتطوير دائما فيه فائدة للعميل عندنا مواهب صح؟ عندنا مواهب، عندنا مفكرين، عندنا فكر وعندنا مواهب، كل المعطيات موجودة، بس محتاجة شخص. المبادرة تبدأ. شكرا لك أستاذ ياسر على هذا وقتك وعلى هذه المعلومات، شاكر لك. شكرا لك. شكرا أستاذ راشد. يعني الله. مشاهدي الكرام أيضا شكرا لمتابعتكم، مع السلامة. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة.